بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بمصر وأنا في جدة. للساعة ما ذهبت إلى مصر من استوديو جدة، والأخوة كل واحد في استوديو عشان أنا مو موجود. إن شاء الله نجتمع في استوديو ترسة إذا يعني قبل عيد الحج بإذن الله، عشان هناك نبشركم بهدية الحج. طبعا سمينا هذا التسجيل ايش سميناه؟ التسويق الشبكي. تسويق شبكي، ايوه. ايش سميناه يا جماعة؟ سميناه مع بعض تسويق الشبكي. تسويق شبكي، وبعدين كلمة قلت انا اضيفها، ايش هي؟ يا جماعة تسوقوا شبكي، وانت عارف حتسوق ايش؟ منتجين. تسويق شبكي، يلا كل واحد يسوي كده. تسويق شبكي منتجين. تسويق شبكي منتجين. منتج اسمه جاك، ومنتج اسمه درافت 60. ايش يعني درافت 60؟ طبعا عندنا موجود، حنحطه على الفيديو، اللي هي الاثنين صفحتين. في الصفحة اليمين اللي هي الار بي ام قاعد، وفي الصفحة الار بي ام في الصفحة التالية اللي جنبها، هذه كلها حتنزل في اليوتيوب، تنزل في التيك توك، وتنزل كمعلومات عن هذه الحلقة. طيب نفكر، يعني نقول نحن تسويق ايش؟ منتجين شبكي. تسويق شبكي منتجين. منتجين تسويق شبكي منتجين. المنتج الاول ايش اسمه؟ قال. ايش قال؟ بالعربي قاموس ومجلة قاعدين. والمنتج الثاني ايش هو؟ طيب نفكر، الدي من درافت، الدي من ديزاين، هو درافت. الدي من ديزاين، ماشي. والار من رويالتي، اللي احنا نملك رويالتي فيه، يعني الملكية الفكرية رياليتي. والاي دي ار، والاي اسمبلي اللي هو تجميع، الملكية الفكرية تجميع. بعدين الاف في، نعم في يعني الشارج، يعني بكم، يعني كم القيمة. نعم. بعدين تي ترانسفير، عشان انا يعني المنتج كده ككل، دائما لما انت بترجم من هذا تبدا تقول تبدا من الاخر لهنا، من اليمين لليسار.
التصميم التقنيه. نبدا من العكس. يمين الشمال. تبغى الغرفة بالتكييف بالتشطيب، يعني انت مثلا اخذت شقة على المحارة، تجيب الغرفة ما تحتاج لا تليز ولا شبابيك ولا شيء، حتى تجيك وتحط الورق حق هذا ولا تحتاج تضرب بوي، وكمان فيها مخازن. الآن الناس يحتاجوا للمخازن، يعني ممكن تخزن فيها أكل وشرب حق 4 سنين 5 سنين بجو ومكيفات عشان لا ينعدم الأكل. لا يمكن يدخلها الفار اللي دخل على الجني، اللي في قصة الفار والجني، يعني اير تايت، يعني مقفولة، فيها فريش اير، فيها مظلة طاقة شمسية، وفيها المكيفات تمشي على عجل. يعني انت مثلا المكان ده 9 و6 تحتاج في غرف، تحتاج المكيفات للريسبشن، تجيبها من غرفة النوم وتوديها الريسبشن. وفيها انه ممكن لو كان انت تبغى فيها حمامين 4 حمامات ممكن فيها، لو انه شقتك فيها بس حمامين تقدر تزيد حمامين زيادة. فيها مطبخ يتركب ستينلس ستيل، فيها ممكن تسوي الكرويتات الكراسي، تسوي مكتبة بنفس التركيب وانت تركبها بنفسك. فيها انه ممكن اذا انت بتركبها بنفسك تبقى تاخذ 4 اسابيع، في عندنا ناس يتعلموا في المصنع يركبوا لك هي في اسبوعين تعطيهم. فهذه هي المنتج الجديد، لكن اللي حينباع درافت، ودرافت قلنا الديزاين بالتسويق الشبكي، يعني اللي الديزاين لو كان ب للغرفة الواحدة كوست بلس 20% وكانت قيمتها $5,000، يعني $1,000، يعني حيصير الديزاين من $100 لـ$1,000. يعني اللي يطلب 1000 زي المصنع بـ$100 خلاص ديزاين، ويقدر كل شيء يترتب معاه وهو يبيعها بعدين. المهم ما لنا صار اللي يطلب 1000 غير طلبها الدولة، خلاص هو حجز الديزاين، طلبيات كلها من عنده، يعني هو كسبان $900 في الوحدة الصغيرة. الـ1000 طبعا في مقاسات عندنا 6 × 3، لا 3 × 2 1000 حب، يعني هو المقاس 3 × 2 يتركب. لما اقول لك 6 × 4 = 2 صح؟ نعم. او 4 شايف، لما اقول لك كذا تعد. وفيها مظلة طاقة شمسية توفر $500 لكل كيلو وات او $1,000. وفيها مخزن للبطاريات، وفيها مخزن للكمبيوترات، وفيها بيسمنت، يعني ممكن تحت الارض تنزل، يعني ممكن ترتفع وانت عندك تحت الارض مخزن لأدوات المطبخ وكل شيء، وينحط مطبخ وينحط حمام كله. طبعا تخرج الاشياء تتوصل بالحمام الموجود او النظام اللي انت حاطه خارجه، وممكن تتقدم بكل السباكه بكل الاده، وعلى في تشطيبات تشطيب لوكس، تشطيب هذا كله يجي كله التصميم، يعني بمعنى ارخص من انت لو